السلام الله عليكم، وأهلا بك أختي الكريمة ضمن هذا الدرس الجديد الذي سنتعرف فيه سويا على بعض الأعراض الشائعة التي تشعر بها معظم النساء ما بين الأسبوع 15 إلى الأسبوع 20 من الحمل. وحتى لا أطيل عليك، نلتقي بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بك عزيزتي من جديد. تتعرض الحامل إلى تغيرات كثيرة في هذه الأسابيع، إلا أن هذه الفترة ستشعرين بالمتعة أكثر بشكل خاص، حيث أن الآثار الجانبية للثلث الأول قد اختفت تماما، الغثيان والتعب وغيرهما. وسوف نعرفك الآن على أهم هذه الأعراض التي قد تحسين بها. العرض الأول: الشعور بحركات الجنين. عادة ما يبدأ الشعور بحركاته في الأسبوع 20 من الحمل في حالة الحمل الأول لديك، أما في حالة حملك الثاني أو الثالث فستحسين بها منذ الأسبوع 16 من حملك. العرض الثاني: التورم. قد يكون لديك بعض التورم في يديك أو ساقيك بسبب زيادة إنتاج السوائل من قبل جسمك. العرض الثاني: انخفاض ضغط الدم. قد يكون ضغط الدم أقل من المعتاد مع زيادة نمو الجنين وإمداده بالدعم اللازم. العرض الثالث: زيادة الشهية. قد تشعرين بزيادة كبيرة في شهيتك، وتزداد الرغبة لديك في تناول الطعام بشكل كبير. العرض الرابع: بقع في الوجه. من الممكن أن تلاحظي بعض البقع على مناطق من الخدين والشفتين، ويمكن أيضا أن تكون على الجبين بسبب زيادة مؤقتة في صبغة الجلد مع غمق لون حلمات الثدي وتحت الإبطين وبين الفخذين أيضا، مع ملاحظة بعض النمش والنذوب. العرض الخامس: صعوبة في النوم. قد تجدين صعوبة في العثور على وضع مريح للنوم، ويمكنك الاستلقاء على جانبك مع وضع وسادة بين ساقيك لمزيد من الراحة. ومن الشائع أيضا أن تحسي بالتعرق والسخونة في منتصف الليل، وذلك راجع إلى التغيرات في الهرمونات والتمثيل الغذائي والوزن. ويجب عليك في هذه الحالة التخفيف من الملابس والحفاظ على غرفة نومك باردة ومعتدلة. اللقاء يتجدد في الأسبوع المقبل بحول الله. اضغطي زر الاشتراك والإعجاب، ولك جزيل الشكر.